وباق عن أجدينينو أمور الصومالية الديجان كود تهي كونفر قلبت دي بوشيسي لأنو قو باقين أجد كأنا في شركة واسدة وهي والسلام انتهين ساقي بلكين لكم حسن تهين ما أنتو أي تاريخ دو تهي سقال يتوان بشة جوبي توانات لابكن لباتين اللابو وحان باق أجدينيا لمان أمور دكسو جيدو كوفر قلبت برنامج كا يعني كوفر قلبت هتقول وجهه نهائي لكن جود أهان وعدن أمد الصومالي إذا دانوا أه مركا يعني قافن تي وده تشي بعد الصومالي أي برنامج كا عن كلا تشي ذي قدومي ماذا حوينها كوفر قلبت مدني عبد العزيز لفت جرين سياسيين تدمان توضح اللي بعنا له وحقدت كا ساقو كلا مرحة قرن حتى عن كلا تشي ذي أي واحد عن سدي إن شد بوشيسين طبعا لو قبطور هي كونفر قلبت وعد أبتهين مدى حساسية لو جرى دالك بوحو قلي دي قال دي بوحورين ما دام أمود الصومالي دبنت هاي مركا سدا درادت دال عن مضي سنين يعني يقول مقاري كرو ما ما حبا جرت دالك أفضل ما يدكو حضا يكون ما هذان حالي لذا خير موافقة دعاء من باهم خير مخالفين هبار من دمهم مركز أساس درادير وحان مارتي لغا مارمان وغطي دي بوشيسين طبع إن لو قبطو أرين تاس أو رنتي ملاح دي قسيسي سياسي هان نغضو دادك عادي هان نغضو أي وضد درين سناين إن لو باهم يهي مددان دي بوشيسين طبع ديگا غاسي لغا قبطو سيدا درادير وحان سوي جيدين ايا لامان ومد الصوماليات ديغان كاس ديغن ان اي دو هجيسين تاس ايدان قطلقلان سي مارتي ايو قاران من نمر ربا ايو ان مارتي شعبك صوماليات ديغان داس ديغن ودباته دكو حبستي وحريد دوض ايو مارتي شرف دوض ميلوغا دعي سي اي او حروبان مركا سدا درادت وحان كو تلغلي قف كلي وحا ما ودي كارو ما كان ساس ليهي كوديتنا ما هان مسؤول كي ديغان ديغان ساس كسو جيدو او حد ما عرفتي هلك دولته ما عرفتي ما تسوتن او سري ما دام انا هي كليغي وان كسك ما غارينا لكن وحان سو خيل قامي ان موافقه لا غارو لبانده لبد عقل يان كبلاوي madaxweynaha state marka siyaasinta aan dawladda isku jirna barnaamij la fahanay waxaan maartay kulan la yeelanay sid maartay mar 23 ah madaxweynaha koofer galbeed madan abd aziz tuntii asigana si sharaf badan baan wala qaatay marka arintaas maadaama meel kasta ay soo martay marka maanta waxa la gaaray waqtiga la eelaamin lahaa waxaan ka soo qiib gali doonaa hadii alle idmo dhammaan siyaasinta arintaas ay qosayso deegaanadaas ka soo jeedo oo taladooda laga maarmaynin dhammaantooda waxaa laga codsanayaa inay ka soo qayb galaan waxaa kale shirkaas muhiim ah inay ka soo qayb galaan lacantooda lahayn odayaasha dhaqanka culimada diinka aqoonyahannada dhammaan qaybaha bulshada kala duwan inay ka soo qayb galaan shirkaas si uu noqdo mid dhal sidoo kale waxaan runtii baaq u jeedinayaa hay'adaha dawladda xukuumadda ugu horeysa gaar ahaan wasaaradda arrimaha gudaha oo barnaamijka maartay abaabulkiisa hadda maartay tal badan aan ka yeelanay inay kaalintoodi dhabta ah ka qaataan yacni si barnaamijku u noqdo dib u heshiisiin loo dhan yahay xukuumadda waad ogtihiin wasaaradda arrimaha gudaha dastuuriyan waa wasaaradda waxa saaran si gaar ah heshiisinta ayagana waxa ka codsanayna in maartay kaalintooda ka geystaan waxaan rabaa gebagebadii muddida furitaanka shirkaas uu bilaaban doono gadaal laga soo sheegi doono haddii alle inmo muddi aan fogeyn waxaan rajaynayaa inuu noqdo shirkaas shir mira dhal ah ee ummadda soomaaliyeed guud ahaan wax tara gaar ahaan koonfur galbeed
آياتين كذا وحوين كبدلا سيمر كاسي وبلاوته دي بوحرنت أمد الصومالي المان كودي أرقروغي يعني أقول لغضان أي أمد أيسن وجيدا وقلان كدب مركي وحكستون كالتابن عيي وما عرفته هرقوف سياسة دي دا أم بإسقون كلا مركي ما عرفته لغا قدبه لس عفيو لهشي كدبنا اللون أغاغو دي بوحرنت أمد الصومالي المان تما عرفته ديار ونغطي هرموت كالنغضان أنا ما أقول لهم سين أجيت كلا قليا هين موافق داس من نمداس شرف تاس إيه حرين تاس ديغانة داس دباتة بدن كهب ستاد أبتهين إن أي نغضان ديغانة هرموت كالنغضة بس حرين إيه من نمد حرسيات ونغضان أي نغضان أجيت دي تقدم بأي سوشر كنواسي داس آدي على أبو محسن تهين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته برنامج كنتاس وكوئي هاي سؤال حدان كجواب هاي مجد وشير السؤال ومباهنا إذا أسمار إشرك إذا دانا نيسو حق التوقي بقشو وفسو دوينين آدي هذا ومحسنتين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته